ننتقل إلى موضوع آخر في هذا الموضوع، حيث قبل أن نخرج إلى فاصل نترككم مع تقرير مع المحامية والناشطة عزة سليمان التي فازت بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان. التقرير تتحدث فيه عن حيثيات الفوز، مشوارها مع العمل الحقوقي، وتحديات وأوضاع حقوق الإنسان في مصر في الفترة الحالية. نرى التقرير ونخرج إلى فاصل قصير. فيها قوة. الجائزة الألمانية الفرنسية اللي بتتقدم كل سنة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق الإنسان، يعني المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، أنا فزت بيها ضمن 12 حد حول العالم، يعني إحنا 13 مدافع ومدافعة. أولا هم سألوني هل إحنا ممكن نرشحك، قلت لهم آه طبعا، واللي شجعني أكتر إن الجايزة ما فيهاش فلوس لأنها جاية من حكومات، فده كان شجعني قوي، قلت لهم اه طبعا، قالوا لي ما فيش قلق عليكي، بالعكس يعني انا حسيت بامتنان واني في حد شايف شغلي وحد بيحترمه وبيقدره. بعديها بفتره عرفت الخبر ان انا تم فوزي مع 12 مدافع ومدافع حول العالم، وطبعا كنت مبسوطه جدا وحاسه برضا، وخاصه ان الفوز جه في وقت كان عصيب جدا في مصر، كان القبض على زملائي وأصدقائي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والحمد لله طلعوا يعني، فده كان وقت صعب جدا إني يبقى حد بيقدر عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في وقت صعب جدا. أنا أحد مؤسسين مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اتأسست في بلاد الدقرور، منطقة شعبية محرومة من خدمات كتير جدا، وكنا بنشتغل في البداية الهدف بتاعنا نشر الوعي القانوني بين الستات الفقيرات، لكن بعد شوية لقينا إن احنا محتاجين إن احنا نشتغل على رفع الوعي المجتمعي، واشتغلنا في محو الأمية، وعندنا فتحنا فصول لمحو الأمية، خرجنا المئات من الستات والرجالة، وبعدين كملناها بفصول إعدادي وثانوي كمان يعني تجاري. لكن فإحنا كمؤسسة إحنا بدأنا بشكل خدمي بشكل تنموي، لكن بعد شوية بدأنا يبقى عندنا الأبعاد الحقوقية اللي خاصة بالنساء ونربطها بالإطار السياسي للبلد، وبعدين بقينا نشتغل على تغيير السياسات وتغيير القوانين كمان، مش فكرة ان انت بتقدمي خدمات للستات الفقيرات او الرجالة، لان خدماتنا على فكرة مقدمة 70% للستات و 30% للرجالة. لكن اتحولنا بعد كده لمؤسسة حقوقية تنموية.